ساعة بتفرق، تغير ألوان اليوم، تبدل الأحوال، كأن الزمن رجع. ساعة بتبتدي فيها حكاية، بس هي الدراما كده كل حاجة حلوة. منكرش إن أنا فرحت. بنعيش معاها مشاعر جديدة. أنا مش عارفة أنا كلمتك ليه أنت بالذات. الحب مش بيتحكي. دلوقتي بقيت حبيبتك. ها؟ تخطفنا الأحداث. في دي ممكن يكون عندك حق. أوقات نبتسم. ده كده رضا قوي. أوبا. وأوقات أكشن. نبكي مع أبطالها. يخس. أول يوم في البيت نغيره. ساعة بنكون فيها جزء من الحدوتة. نتكلم فيه أصلي. أنا بريء. العدل لازم يمشي على الكل. نفحره. عايز تقتله؟ اكتشفت إن أنت صح. ربنا يكفيك شر قلبك اللي تكره. رناس بهتله. يلا نصور يا جماعة. عندي لك أخبار كويسة. الساعة 8 في الوقت المناسب. تابعوا عشان تعرفوا كل حاجة. ده من المسلسلات المميزة جدا. أحلى أفلام اليوم الصعب ده. عيش أحلى الحكايات من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 على قناة مصر الأولى.